أجدد التحية بكم مشاهدينا الأعزاء. أعلنت الرئاسة الروسية كريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث بحث تسوية النزاع في إقليم دونباس. جاء ذلك بعد ساعات من إنجاز موسكو وكييف نتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي والأوكراني، وهي أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا في إجراء لقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين والعالم. وأوضح الكريملين أنه تم خلال الاتصال بحث تسوية النزاع في دونباس والتحضير لقمة رباعية نورماندي. وكان الرئيس الأوكراني اعتبر صفقة تبادل السجناء مع روسيا خطوة أولى على صعيد الحوار الحقيقي بين البلدين وأنهاء النزاع في شرق البلاد، فيما رحب الكريملين بتنفيذ هذه الخطوة. للتعليق وتحليل هذه الخطوة وما يحدث في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور عمار قناة. دكتور عمار صباح الخير وأرحب بك على إكسترا نيوز، وكيف تقرأ هذه الخطوة المتبادلة بين البلدين، وهل هي لبنة أولى في طريق إعادة العلاقات لطبيعتها مرة أخرى بين روسيا وأوكرانيا؟ تحياتي أستاذ همام. مما لا شك فيه يعني أن هذه تعتبر خطوة جدية وخطوة إيجابية يعني لبناء علاقات جديدة، ولكن ليس يعني كما يتصوره يعني الكثير أن تأتي يعني الأمور كما كانت عليه في السابق قبل يعني الميدان والأحداث التي جرت في أوكرانيا. نرى اليوم أن يعني خلال الفترة السابقة أن أوكرانيا يعني بحد ذاتها استخدمت كأداة ضغط سياسية من قبل المعسكر الغربي تجاه روسيا، ورأينا هناك تفاعلات كثيرة من قبل الطرف الأوروبي وأجريت المباحثات وتم التوقيع يعني لتمهيد هذه الأزمة بما يسمى يعني اتفاقية مينسك، ولكن لم يجر يعني خلال الخمس سنوات الماضية أي تقدم في هذه المسألة، وذلك أن يعني حكم باروشينكا الرئيس السابق كان يعني يعتبر نفسه هو رأس الحربة الأوروبية أو الغربية تجاه روسيا. ولكن بعد الانتخابات يعني التي رأيناها في هذا العام هناك يعني نبض جديد في الشارع الأوكراني ورؤية جديدة، وهي التقرب جزئيا مع روسيا، وذلك لإنهاء الحالة العدائية أو حالة ما يسمونه يعني في أوكرانيا الحرب المعلنة ما بين أوكرانيا وروسيا. منطقة الدنباس اليوم متنازع عليها، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه يعني الأزمة هي داخلية أوكرانية من حيث يعني عمليات انفصالية وغيرها، ولكن يعني النخبة السياسية السابقة أرادت استخدام هذه الأزمة وتمديدها، وذلك يعني جزئيا لابتزاز الغرب، ونحن كما أرادوا أنه نحن في الخندق الأول ندافع عن الخط الأوروبي. ولكن من خلال زيارة الرئيس بوتين إلى فرنسا ولقائه مع الرئيس ماكرون رأينا أن هناك تطورات جديدة في هذا الخصوص، وأنه يعني في محاولة لإعادة أو لإحياء إطار النورماندي للحديث مجددا عن الأزمة الأوكرانية. وأيضا يعني يمكن التنويه هنا وهي مسألة مهمة أن العقوبات الاقتصادية على روسيا يعني بسبب هي يعني الأزمة الأوكرانية، ونرى أن هناك ضغوطات اقتصادية، هناك أزمات اقتصادية في المنظومة الأوروبية، فلذلك اليوم نرى تحركا أوروبيا مع توافقا يعني جزئيا أمريكيا لحل هذه الأزمة والتوصل نوعا ما يعني لإيجاد حلول يعني منطقية في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. العلاقات الروسية الأوكرانية كانت ورقة تستخدمها الولايات المتحدة ويستخدمها الاتحاد الأوروبي في الضغط على روسيا. بما حدث بالأمس وهذا التقارب الجديد بين موسكو وبين كييف، هل ترى أن هذه الورقة أصبحت لا قيمة لها في الضغط على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ كما قلت سيدي الكريم أنها يعني استخدمت هذه الورقة ورقة ضغط، ولكن في المرحلة الأخيرة وآخر يعني سنتين ممكن القول أن يعني مدة صلاحية هذه الورقة قد انتهى، وقد عانى يعني الطرف الأوروبي أكثر مما توقعونه أنه ممكن أن تعاني روسيا. اليوم الورقة الأوكرانية لا تستخدم بهذا يعني بهذا الشكل كضغط من قبل الطرف الأوروبي، ولكن يعني من قبل الطرف الأمريكي طبعا يعني هذه الأوراق مستخدمة وتستخدم لغاية الآن، وهناك يعني
تصريحات غير إيجابية من المفوض أو المبعوث الأمريكي فولكر في بين روسيا وأوكرانيا، يعني تصريحاته كلها كانت سلبية تجاه روسيا. ولكن من جهة أخرى رأينا التصريح العلني من قبل دونالد ترامب عندما سألوه حول العلاقات الروسية الأوكرانية بعد وصول زيلينسكي إلى الحكم، فقال لابد يعني من الحديث، لابد من التواصل مرة أخرى لحل الأزمة. فهناك يعني نقاط إيجابية، هناك نقاط صعبة، وذلك يعني حول تطبيق اتفاقية مينسك والذي وضعته يعني وضعه الطرف الأوروبي والغربي بشكل عام كسبب أساسي يعني لإنهاء العقوبات على روسيا. وأيضا ننوه أن يعني اتفاقية مينسك هي لم تأتي ما بين روسيا وأوكرانيا، إنما كانت الاتفاقية يعني روسيا هي وألمانيا وفرنسا كأطراف ضامنة لهذا الاتفاق، والاتفاق جرى ما بين السلطة السياسية في كييف ومندوبين من الجمهوريات التي أعلنت استقلالها اللي هي دونيتسك و لوغانسك. والأزمة هنا تكمن أن كييف لا تريد أن ترى يعني هذه الجمهوريات التي أعلنت استقلالها كأطراف في هذا الصراع، وجرمت هذه المسألة وتعتبرهم حتى ليس بانفصاليين ولكن تعتبرهم كمنظمات إرهابية. هذا يعني ما يعقد المسألة نوعا ما. وقد اتخذت خلال الفترة الماضية في عام 2015 و16 قوانين كثيرة برلمانية يعني سنت بهذا الخصوص، وهي الآن ممكن أن تقف عائقا في سبيل يعني تحقيق هذه الاتفاقية. فاليوم أيضا الخط يعني القومي العنصري المتطرف الأوكراني أيضا يسعى جاهدا لإعاقة كل عملية ممكن يعني أن تصل إلى التفاهم مع روسيا. فذلك مجمل كل هذه العمليات السياسية اليوم يعني نراها في حالة تفاعلية جديدة. ولكن الإيجابيات باعتقادي أن يعني زيلينسكي هو يعني سيخوض هذه المعركة الداخلية والخارجية، ونرى أنه في الفترة الأخيرة قد يعني في داخل الدولة يعني الآن هو يتحكم بكل يعني ممكن القول مفاصل الدولة من حيث يعني السلطة التنفيذية السلطة التشريعية. وأيضا هو يستخدم هذه الورقة يعني ما حصل البارحة كورقة يعني ورقة تعزيز شعبيته، لأن الشعب الأوكراني يعني سائم هذه الحالة من حالة الحرب ولا حرب، وهذا يعني العامل الإنساني هو المستفيد الأول منه اليوم. برأيك هل روسيا تعول حاليا على الرئيس الجديد زيلينسكي في تطبيع العلاقات بين البلدين وحل هذا النزاع في شرق أوكرانيا بدلا من الخلافات التي كانت قائمة والتي اشتعلت مع الرئيس السابق الأوكراني السابق؟ طبعا نعم، مما لا شك فيه يعني روسيا هي معنية اليوم بإعادة العلاقات جزئيا يعني كما كانت عليه، وكما قلنا المعوقات كانت مرتبطة يعني بالنخبة القومية المتطرفة والتي استخدمت من قبل الغرب يعني للضغط. ولكن اليوم المنظومة الأوروبية مأزومة، هناك يعني في حاجة لإعادة العلاقات مع روسيا، فإذا هناك يعني المشكلة مع أوكرانيا، فلا بد من التوافق الدولي من جديد لحل هذه الأزمة جزئيا. ولكن هناك نقطة أيضا هي مرتبطة ليس فقط يعني منطقة الدنباس، هناك أيضا شبه جزيرة القرم التي يعني انضمت إلى روسيا وهي غير موجودة يعني في اتفاقيات مينسك. واليوم نرى الرئيس زيلينسكي يحاول يعني إدخال هذه المسألة يعني إضافة بمباحثات النورماندي القادمة، وهذه المسألة مسألة عودة القرم إلى روسيا بالنسبة لموسكو هي مسألة حتى يعني لا يمكن أن تندرج في أي مفاوضات يعني حالية أو قادمة، لأن الأمر قد حسم من قبل يعني الحكومة الروسية. إذن ولكن رباعية نورماندي على ماذا تبحث؟ يعني سوف تبحث ماذا؟ فقط ما يتعلق بدنباس شبه جزيرة القرم، أصبح الأمر منتهيا لصالح روسيا. أوكرانيا هل سوف تصمت في حال عدم ذكر ما يتعلق بشبه جزيرة القرم في هذه المفاوضات أو في هذه القمة؟
سيد الكريم، الوضع في أوكرانيا وضع سيء جدا، يعني مجتمعيا الآن واقتصاديا، وممكن يعني أنها في الفترة الأخيرة تتوجه يعني إلى الدولة الفاشلة كانت في فترة معينة. فلذلك ممكن يعني من بعض الضغوطات الغربية وتفاهمات جديدة يعني أن يأتوا بالصيغة ممكن أن ترضي يعني الطرفان، ولكن طبعا بدون تقديم تنازلات يعني من الأطراف لن تكون هناك اتفاق حقيقي. ولكن الأزمة الحقيقية والأشد يعني هي أزمة الدنباس، وللعلم أن يعني روسيا الاتحادية هي لا تعترف بهذه الجمهوريات المستقلة وتعتبرهم يعني جزء من أوكرانيا. فالمسألة هنا يعني دار الحديث خلال السنوات الماضية عن عملية وقف لإطلاق النار، وهذا باعتقادي يعني الأهم بالنسبة لأوكرانيا وأيضا بالنسبة لروسيا. نعم. وذلك إيجاد صيغة، وهناك يعني باتفاقيات مينسك عن يعني فدرالة أوكرانيا، وهذا ما رفضته يعني السلطة الأوكرانية السابقة. فلذلك يعني كمواد للحديث والتفاوض هي موجودة، ولكن تعتمد على الإرادة السياسية للرئيس الجديد زيلينسكي. طيب، أنت تتحدث دكتور عمار عن أزمات اقتصادية تعيشها أوكرانيا، كيف هو وضع التبادل التجاري، العلاقات الاقتصادية بين موسكو وكييف حاليا؟ يعني من ممكن هناك ايضا القول، وهي مساله يعني كانت تبدو يعني خياليه، ان خلال فتره الازمه ارتفع مستوى التبادل التجاري ما بين روسيا واوكرانيا، ويعني وثارت عليه ضجه انه كيف ممكن التعامل مع العدو. وايضا يعني من خلال قبل 3 سنوات اتخذ قرار يعني سن قانون جديد بالبرلمان الاوكراني اعتبار روسيا دوله معاديه. فهذه يعني التناقضات اليوم هي موجوده على الطاولات، ولكن يعني في النهايه لا يمكن يعني لاوكرانيا عدم التجاره او عدم يعني التكامل حتى التجاري والاقتصادي بدون روسيا. فهذه يعني مساله التعاون التجارية قائمة، والتكامل الاقتصادي الجزئي أيضا. ولكن لا ننسى أن يعني الطرف الأوكراني عول الكثير على المنظومة الأوروبية والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وحدث ما حدث أنه يعني باعوا جزء من العلاقات، ممكن القول أو فقدوا العلاقات مع روسيا، ولم يعوضهم الاتحاد الأوروبي عن هذه الخسارات. فاليوم يعني السؤال المطروح أين الاتجاه؟ يعني اتجهت أوكرانيا الفترة الأخيرة حتى ليس تكاملا اقتصاديا ولكن تعاونا أيضا عسكريا، وغيروا الدستور الأوكراني وذلك ووضعوا يعني من النقاط ان التكامل يجب ان يكون سياسيا اقتصاديا وعسكريا بالنسبه يعني والدخول في حلف الناتو. فاليوم هذه كلها يعني الامور ممكن ان نعتبرها يعني ايضا معيقات امام المحادثات حتى على طاوله النورماندي. لكن من جهه اخرى يعني التوافق الاوروبي الان بات واضحا جدا انه يجب علينا ان ننهي هذه المساله يعني جزئيا او لبدء مسارات تفاوضية حقيقية على أرض الواقع. نعم دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.